على فكرة صورنا مع أم عمار وبنتها من فترة، ورحنا صورنا معاهم عشان خاطر الحلقة دي. طلعوا عليا عوروني وخدوا الواد وخطفوني، وبصيت لقيتهم عوروني في رجلي وفي ايدي وفي رقبتي هنا. قعدت اصوت محدش سيبني خالص. هما جريوا. فجأة في ناس قالوا في صورة جت على الفيس، الولد ده مخطوف في مرسى مطروح. فابني بيمسك التليفون بتاعي لقى الصوره بتاعت الولد دوت، قاعد يقول لي يا ماما ده دوت الولد ده، انا كنت بلعب معاه ورانا، والله يا ماما هو، والله يا ماما هو. قمت قلت له طب يا يوسف روح بس ايه شوف اخوه اللي اخ اللي ابن يوسف في السيل على السلم. قال لي هو ابن اختك فين؟ قلت له ده تاني من 7 رمضان. قال لي طب ده هو شورته منصوره على الفيس في صفحتي، مكتوب فيها الطفل ده كان مع مجرم في مرسى مطروح. فسته خدت الصورة وراحت بيها للشرطة هناك في مرسى مطروح للقسم. هناك الضباط قالوا الولد ده فعلا كان موجود عندنا في القسم، بس في واحدة جت وقالت الولد ده يعني معرفتي ويلزمني، وانا ومعرفش الله اعلم جابت اوراق او لا، وخدته بنيانا على ايه احنا ما نعرفش. قعدنا نلف عليها وندور عليها، الجماعه قالوا لنا هي موجوده هنا فعلا بالفعل في اسكندريه. نزلت اسكندريه، انا كتبت القطر ولا قطر، ونزلت اسكندريه ما رضيتش اروح لمامتي عشان ما تضربنيش، خفت منها. قعدت ادور عليه ما لقيتوش، والدنيا لفت بيا وانا خفت، قعدت اعيط واصوت كده ومحدش برضو كان بيسأل فيا. وبعدين كلمونا قالوا لنا ان الولد رجع، فاحنا حبينا نعرف ان هو رجع ازاي، بس احنا علاقتنا بيها من قبل اصلا من الطفل يرجع. طيب وبعدين رحتي هناك قالوا لك ان هو مع ابراهيم سنتك، ابراهيم سنتك المتسول اللي بيعذبه. بعد ما خلاص يأسنا الامل اللي الحكومه قالت ما شفناش الولد خالص، ماشي. وبعدين مرسى مطروح، مرسى مطروح قالوا ما شفناهوش، لكن لما رحنا الكمين الله يستره قال كمين كمان ما قالناش على ابننا، قال لنا على واحد يشبه ابننا. اخ بصمت قالت بس يا ماما هو، يلا نطلع على الكورنيش. طلعنا على الكورنيش قابلنا العيل اللي يشبه ابننا اللي هم مفكرينه ابننا. خد يا حبيبي تحرف الولد ده؟ قال لي لا، عيل قد كده صغير، واحد حاطط علبه السجاير والولاعه وبساله. قال لي لا. وانا دخلت العربيه بعيط، بنتي ربنا كرمها بالست المنقبه قالت لها تعرفي دي؟ تعرفي الولد ده؟ جابت لها بقى دي عشان ما تخوفهاش من دي. قالت لها لا، في عيل اسمه اسلام كده برضو، ده مخطوف من اهله مع الست دي. رد على قال لها ايه ده؟ ده محمد ابن ابراهيم سنتكه. متأكد يا حبيبي؟ قال والعيال جم جري قالوا لي. طلعنا من على الكورنيش على الست دي، على الست دي خدت 5 فلوس من جوز بنتي تركب بقى تاكس ونروح نلحق الواد فين؟ في مكان عند الجامع اللي هو فين؟ مرسى مطروح. في جامع كده مرسى مطروح هناك عند اسم بتاع مرسى مطروح عند المحكمه. وبعدين الجامع ده هنروح نلحق بقى الولد نجيبه. نركب اركب يا حبيبي تعالى على الحجر. وطلعنا نجري، الولية دي جريت طفشت الراجل نبهته. معبل وصلنا، فين يا حبيبي فين يا اسلام؟ ليك عندي انا كنت كل ما اروح حق الله بطمع الناس ان انا ست معايا ملايين، هديكوا شنط فلوس وهصرف وهديكوا واعمل عشان اوصل لابني. هما بيكسبوا يا حبيبي قلبي شنط فلوس، ما انا هعمل ايه قبل هما بيكسبوا؟ لازم. طيب ماشي. ما وبعدين ورحتي ايه بقى في مرسى؟ رحنا بقى بالتاكس كلنا، رحنا بالعربيه الملاك اللي كانت معايا، وهي راحت الست دي قبلنا بالتاكس. نزلنا، رحت لقيت الواد ده سائق عش، سائق عش، ده عك ابن بنتي وعامل الحملات اللي هو كان بيعملها ايه عندهم. انا قلت الازازه البيبسي دي ترجعي ابن منى، والعيش ده اللي هو اللي حكوه ده ابن منى. فين يا وليه انت مسكتها امي؟ بس والله ما اعرف، ده كانوا هنا. بصي ده انا جايبه له بدله اهي، شوفي البدله دي
جايبها له. المكان شكله عامل ازاي؟ بدله. المكان شكله عامل ازاي؟ ما لقيت مين يابا. المكان اللي روحتيه ده شكله عامل ازاي؟ المكان دوت رصيف وبيناموا فيه وجامع عاملين زي حديد كده وبيناموا فيه ببطانيه ومعاها بنت عندها 5 سنين مستغطيه يا ولده. قالت لي ده بنت صاحبتي والبنت دي مش قادره تقوم من النوم نايمه على طول عندها 5 سنين. نايمه على طول. ايوه نايمه. بيخدروهم يعني. نايمة. درامي طبعا. يعني دايما لما اشوف متسوله ماشيه بطفل نايم. أيوة. ما بيصحاش ويعني نايم فاتح بقه كده. ما هو السبب اللي عشانه محرق في ايده. الولد ده كان مربوط بجنزير من ايده في عمود عشان ما يتحركش ومتلسوع في ايده كل حته. لا انا عايزه حقه. حقه مش حقه من ال. طيب بيخدروهم يا استاذ. لازم لازم يتخدر. ليه؟ الطفل ده لو صاحي هيعمل مشاكل. هيتهي. عايز ده. انا عايزه افهمه لكم بقى. اما بتبقوا ماشيين وفي متسول او متسوله ماشيين بطفل نايم هو ما بيبقاش نايم, هو بيبقى متخدر عشان ما يعملش مشاكل. زي الولد الاشقر. ما الولد في حمله كذا حمله نزلت على صفحات الفيسبوك والسوشيال ميديا, بطلوا تدوا فلوس للمتسولين. احنا اللي بنساعدهم يخطفوا الاطفال عشان هم بيهم ده كنز في ايده بياخد منه فلوس لقمه عيش رزق. لو انت قطعت عنه رزق ده مش هيخطف اطفال تاني. بطلوا تدوا فلوس للمتسولين. عايزين تدوا فلوس لناس في جمعيات خيريه كتير جدا ودور ايتام كتير جدا وناس غلابه بتتكسف تقول ان انا محتاج. هم اولى بالفلوس. أيوة. دي. طيب كملي. وبعدين ما رجعتيش بيه من مرسى مطروح؟ لا بقى ما رجعتش. بس بحق الله يا ابلة عشان كل الحق يعني يروح لاصحابه بتوع مرسى مطروح. حكومه مرسى مطروح دول الله يبارك لهم. طبعا بما ان الضابط صور الصوره ونزله وبعتها يبقى هو قلبه وجع العسكري. بس معلش هو هي فينا مشكله. معلش انا اسف. الله يبارك لهم. الناس لما شافت الصوره دي المفروض ان كان في الاسم يبقوا عارفينه. ما هو يا ابله ما انا هقول لك بقى حضرتك حاجه. المامور اتصل ببنته قالت له نعم يا دادي. قال لها اشفي لي الصوره دي كلام معمر كلام سمر لاخت منى بقى الكبيره بنتك الكبيره. صح ولا لا؟ البنت فعلا اتصلت ببنت المأمور وقالت له ايوه يا دادي في صوره 14/9 نازله بتفرق. طب بس قولي لي بس مرسى مطروح اما روحتي هناك شفتي اطفال كتير مخطوفه؟ شفتيهم فين؟ شفت عيل قال لي انا عندي 22 سنه ما اعرفش اهلي. شفت كتير. شفت عيال رجاله بقت رجاله. نزلتي حته شفتي فيها اطفال مخطوفه محطوطين جنب بعض ولا لا؟ ايوه في عيال معاهم. فين؟ مع مين؟ مع الست دي. لقيت عيال. الست المنقبه دي. الست المنقبه. لقيتي كم طفل معاها؟ لقيت ولد اللي هو يشبه لابنتنا ده لابننا واسلام اللي هو قال لي وداني الجامع اللي انا اجيب ابن بنتي ولقيتهم خلعوا منه وبنت 5 سنين اللي مستغطيه اللي متخدره نايمه. دي ما شفتهاش قامت عليا. شفتي اي اطفال تانية؟ لا. طيب رجعتي من مرسى مطروح ومش معاكي حفيدك؟ رجع لك ازاي؟ لقيتيه فين؟ لكن بقول لحضرتك يا ابله ساعدونا برضو بتوع مرسى مطروح عملوا لنا محضر باسم اختها. ما قالوش امها ولا قالوا بنتي معاقه ولا قالوا بتشحت ولا قالوا بتبيع مناديل ولا بتبيع مصاحف. كرمونا الله يبارك لهم. عملوا محضر ببنتي وقالوا لها ما تقوميش ماما, خدي انت معانا الحيط قبضولها على واحد اسمه خدته بنت شاهد. قعدوه في الحجز وصابت قال له انت الواد الصغير اللي كان هنا فعلا دوت وديته فين؟ اسمه حضرتك في المحضر يحيى. اسمه يحيى. وبعدين عم يحيى عندك في المحضر اوريك صورته. اتقبض على الراجل ده وراح تاني يوم قال دخل قدامه كيل النيابه قال له انا كنت بشحت بالواد ده وسيده اللي هي المنقبه دي بتشحت بالواد ده. وكيل النيابه قال له الكلام ده وكلنا كنا بنشحت بالولد ده وابراهيم كان بيضربه ضرب العباد. نقول له ليه كده؟ يقول ابني محمد وانا اعمل فيه. استغفر الله العظيم. مين ده؟ هو ساعات بيقول انا محمد. انا سمعت حد قال يقول انا محمد. بقاله 5 شهور. نسي يوسف. نسي يوسف. ما دي مشكلة السن ده برضو. انه بينسى. السن ده هو عيل صغير هيعلموه اسم جديد. هو الطفل اسمه يوسف تحت واحنا واقفين تحت عمال يقول انا محمد. هو نسي ان هو اسمه يوسف. ما هو تقولي له دلوقتي. طيب. ويقول لك ايه الحروق دي؟ عمال يقول سكينه وكل سكينة الحروق دي وعمال اللي في رجله دي مش عارفين يلبسوا حاجه هي. وفي كمان اثار سكينه عليه. كل طيب. دول كده وسكينه ويقول ابني وبربي. وهو ابنه وبيربي. بس يا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه. في صور معانا ليه وهو في نفس السن ده واصغر. الواد زي الفل. أمرأي. ولا في أهو. خدش ولا في حرق ولا في اي حاجه. طلعي لي الصوره كده معلش. اهو امرايا اهو الصور كلها. وفي صور في المباحث كتير. في صور كنا بنسيبها يا عيني. ما نسلكش. طيب. في المحضر نسيب الصور. مؤخرا يا معمر لقيتي فين؟ إيه؟ لقيتي فين؟ لقيته على لقيت شفتي محطه مصر. لقيته في محطه مصر مع عيل مع عيال رنوا عليا من كنت كنا قبلها هناك في يا دوب روحنا. رنوا عليا قالوا تعالي ثلاث عيال واحد اسمه ايمن وعيال تانية قالوا تعالي احنا خدنا الواد
من الواد محسبه محبل. طبعا جبت جاري وهو كان مع ابراهيم ده، مع ابراهيم صمبو مخبوط في حجمه الشمال. قال كم سنه ابراهيم صمبو ده؟ ودائق ومطلع الواد عليه البلا. الواد بقى دلوقتي متخلف، يعني الواد يتخلف اكتر. يعني الواد اللي انا كنت بقول ظهر امه وسند امه والحمد لله، او عيل بقى معاه وخلاص.